من الاخبار الاخرى ايضا، مستر فايلر عاين ملعب المباراه اللي هو ملعب محمد بن زايد النهارده قبل المران على طول، يعني بيشوف اجواء الملعب، اخبارها ايه، ارضيه الملعب، وطبعا ارضيه الملعب هناك جيده يعني ما فيهاش نقاش. طمن كمان على عدد الجماهير اللي هتحضر وتذاكر جماهير النادي الاهلي، هل نفذت ولا لا، هي نفذت بشكل كامل وجمهور النادي الاهلي هيبقى حاضر وبقوه ومساند وداعم بكل حماس لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه باذن الله تعالى. خليني اقول لحضراتكم كمان ان هيبقى في محاضره فنيه النهارده بالليل بعد ما الفريق يوصل، او بالمناسبه الفريق دلوقتي في طريقه لفندق الاقامه بعد انتهاء التمرين، دي لقطات قبل ما التمرين ينتهي يعني على طول، والفريق في طريقه عشان يوصل لمقر الاقامه. بعد ما يوصل الفريق يعني هيبقى في العشاء الخاص باللاعبين، وبعديه مباشره محاضره من ضمن المحاضرات المهمه، وتعتبر من ضمن كمان اخر المحاضرات قبل مباراه الزمالك. الكلام في هذه المحاضره حضراتكم عارفين ومتعودين دايما هيكون بخصوص فريق الزمالك، نقاط القوه ونقاط الضعف وكيفيه مواجهه هذا الفريق والفوز عليه باذن الله تعالى. نتمنى كل التوفيق للجهاز الفني وللاعبين. ده فيما يتعلق باخبار النادي الاهلي.